مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من الرياضة اليوم. عقد المكتب التنفيذي في مقره باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية اجتماعا لمناقشة العديد من القضايا الرياضية المعروضة عليه. واتخذ المكتب التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها. وننتقل بكم الآن أعزائي المشاهدين للموجز الكروي لمباريات يوم الاثنين الماضي الدور 13. أهداف فريقي الجوية والزوراء في هذه المباراة: كانت الصدفة أن يفوز فريق الزوراء بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، والجوية بأربعة أهداف أيضا ولكن بهدفين لصالح فريق ديالة. ناطق هاشم الهدف الأول، ومفيد عاصم الهدف الأول لصالح فريق الزوراء. صفاء عبد الحكيم سجل الهدف الأول والتعادل هو لصالح فريق ديالة. أيضا فريق كركوك في ملعب الشعب سجل هدف التعادل في شوط المباراة الأول في مباراة أمام فريق الزوراء. وبعد ذلك عاد مرة أخرى صادق سعدون في شوط المباراة الثاني ليسجل الهدف الثاني لصالح فريق الجوية، وعصام حمد يسجل أيضا الهدف الثاني لصالح فريق الزوراء في ملعب الشعب. صادق سعدون مرة أخرى وهدف جميل في مرمى فريق ديالة. 3-1 لصالح فريق الجوية. وصاحب عباس رغم إصابته تألق في هذه المباراة وسجل الهدف الثالث الجميل لصالح فريق الزوراء. وفريد جعفر الشاب المثابر يسجل الهدف الرابع لصالح فريق الجوية. ومرة أخرى صاحب عباس اللي لعب هذه المباراة رغم الإصابة يسجل الهدف الرابع لصالح فريق الزوراء. حلوة لصاحب عباس. وفريق ديالة يحرم فريق الجوية من النقطة الرابعة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من المباراة. إذن 4-1 لصالح الزوراء و 4-2 لصالح الجوية. ورغم الأهداف التي سجلت في مباراة فريقي الجوية والزوراء كانت هناك أيضا فرص ضايعة للفريقين. فريق الجوية أضاع أكثر من فرصة سهلة أمام المرمى، وخاصة أكرم عمانوئيل الذي لم يكن موفقا في هذه المباراة. وفريق الزوراء أيضا أضاع أكثر من فرصة سهلة في شوط المباراة الأول، وهجماته إلى المرمى كانت منظمة وجميلة ودخول، ولكن كانت تنقص الكرة الدقة للدخول إلى داخل الهدف. فريق الطلبة يضيع ضربة جزاء إلى خارج الملعب، وفريق النفط يضيع هذه الفرصة السهلة أيضا. كانت هذه المباراة أيضا مباراة الفرص الضائعة بين الفريقين اللي انتهت بتعادلهما بدون أهداف. الميناء والصناعة التعادل بينهما بهدف واحد لكل منهما، ورغم الهدفين أيضا كانت هناك فرص ضائعة. فريق الشرطة سجل 3 أهداف وفريق الكوس سجل هدف، ورغم الأربعة أهداف أيضا كانت هناك فرص ضائعة في هذه المباراة. وننتقل بكم الآن أعزائي المشاهدين إلى حالات حدثت في مباراة يوم الاثنين الماضي الطلبة والنفط في ملعب الشعب الدولي كريم سلمان وحيدر محمود، وحكم المباراة السيد طارق أحمد اللي أشار باستمرار المباراة. نشاهد الحالة مرة أخرى. كريم سلمان كان اتجاهه على الكرة وعند سقوطه ركل لاعب فريق النفط حيدر محمود بقدمه وإعثار داخل منطقة الجزاء. أيضا فريق جعفر يتعرض للإعثار داخل منطقة الجزاء في مباراة فريقي الجوية وديالة. إلى لجنة الحكام مع التحية. أجمل أهداف أعزائي المشاهدين صادق سعدون وهدف جميل في مرمى ديالة.
واللاعب علاء عبد الجبار مهاجم فريق الشرطة وهدف جميل في مرمى فريق الكوت. صاحب عباس ومهارة فائقة في إيداع هذه الكرة إلى داخل الهدف. وننتقل بكم الأعزاء مشاهدينا مباريات الدور الرابع عشر يوم غد الخميس إن شاء الله. أربيل والجوية في ملعب الصناعة، مباراة المرحلة الأولى انتهت بفوز فريق الجوية بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. فريق صلاح الدين سيلاقي فريق الشرطة في ملعب تكريت. الدور الأول انتهت بفوز فريق الشرطة بهدفين مقابل لا شيء. الكوت والنجف في مباراة مهمة في ملعب الكوت. الموصل وبابل في ملعب الموصل. وفريق كربلاء سيلاقي فريق الطلبة في ملعب كربلاء. المرحلة الأولى انتهت بفوز فريق الطلبة بأربعة أهداف مقابل هدفين لنادي كربلاء. إذن لقاء مهم بين الفريقين يوم غد في ملعب كربلاء. وأهم لقاءات الدور الرابع عشر هو لقاء فريقي الزوراء والنفط. اللقاء الأول لجمع الفريقين ضمن المرحلة الأولى انتهى بفوز فريق الزوراء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ولقاء مهم ومهم جدا يوم غد في ملعب الشعب بين الزوراء والنفط. كركوك والصناعة سيلتقيان في ملعب كركوك. الميناء والعمال لقاء بين الفريقين في ملعب الميناء. الرمادي سيلاقي فريق العمارة في ملعب الرمادي. والمباراة رقم 442 ستجمع فريقي الديوانية والناصرية في ملعب الديوانية. وفي ملعب سامراء سيجري لقاء فريقي سامراء والجيش. اللقاء الأول انتهى بفوز فريق سامراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ماذا سيفعل فريق الجيش يوم غد؟ وآخر اللقاءات أعزائي المشاهدين ستجمع فريقي الكرخ وديالة في ملعب الكرخ في لقاء مهم بين الفريقين. لقاءات